السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي حل تمرينات الموضوع قواعد سادس إعدادي، المدح والذم، أسلوب المدح والذم. رح ناخذ التمرين الأول. يقول: ورد في النصوص الكريمة التالية أسلوب المدح والذم دل على جملتها، جملتهما مبينا الفاعل والمخصوص. أولا قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طبعا صفحة 37 راح ناخذ التمرين الأول فقط. الجزء الثاني قواعد سادس إعدادي، هي هذا التمرين الأول. هنا نقول فعل المدح والذم، وهنا الفاعل، وهنا المخصوص بالمدح والذم. أولا نعم أجر العاملين، الفاعل أجر العاملين، المخصوص محذوف تقديره جنات. طبعا الثانية ما راح أقرأ الآيات، راح أقول لكم بس الحل. الثانية الفعل المدح والذم ونعم الوكيل، الفاعل الوكيل، المخصوص محذوف تقديره الله. ثلاثة نعم المولى، نعم النصير، المولى والنصير محذوف تقديره الله. أربعة نعم عقبي الدار، عقبي الدار محذوف تقديره جنات عدن. خمسة بئس القرار، القرار محذوف تقديره جهنم. ستة بئس المصير، المصير محذوف تقديره النار. سبعة بئس الضجيج، الضجيج محذوف تقديره الجو. ثمانية بئس الشيء، الشيء الإمارة، وهنا نفهم مات نفس الشيء، بئس الشيء، الشيء الإمارة. زين، هذا التمرين الأول. خلينا ناخذ وياهم التمرين الثاني. خلينا نشوف شنو التمرين الثاني. يقول لك: ألف أمدح بنعم مرة وحبذا مرة أخرى مستعمل الكلمات التالية وجاعلا أيها مخصوصا بالمدح. عد الكتاب، سوون كلمات والمدح بنعم والمدح بحبذا. الكتاب نعم الجليس، الكتاب حبذا الكتاب. الحشد الشعبي نعم المحرز، نعم المحرر الحشد الشعبي حبذا الحشد الشعبي. الدعاء نعم عبادة المرء الدعاء حبذا الدعاء. بغداد نعم محافظة بغداد حبذا بغداد. صلة الرحم نعم صفة المرء صلة الرحم حبذا صلة الرحم. التسامح نعم صفحة التسامح حبذا التسامح. والقناعة نعم الخلق القناعة حبذا القناعة. هذه ألف. نروح على فرع باء. يقول وانها فرع باء، هاي ألف، لحظة خل نطلع فرع باء. لحظة وانها فرع باء وانا اختفت. احنا هاي سوينا فقط فرع ألف، هذه فقط ألف. خل نشوف وين راحت فرع باء. هي أتى فرع باء. عيني الكلمات عندنا الإرهاب، بئس العمل الإرهاب، لا حبذا الإرهاب. التنمر بئس الفعل التنمر، لا حبذا التنمر. جلساء السوء بئس الأشخاص جلساء السوء، لا حبذا جلساء السوء. الطمع بئس صفة الطمع، لا حبذا الطمع. صديق الرخاء بئس صديق المرء صديق الرخاء، لا حبذا صديق الرخاء. الكتب المفسدة للأخلاق. طبعا هنا عندنا بالكتاب المنهج الجديد كاتبين الكتب الغير النافعة، نفس الشيء أقول بئس الكتب الغير النافعة، لا حبذا الكتب الغير النافعة.